مساء الخير على حضراتكم. امبارح الخميس الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي زارت سيناء، ومش المرة الأولى اللي بتزور فيها سيناء وتحديدا شمال سيناء، وقامت بلقاء مع محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة وعدد من قيادات المنطقة، وأيضا سيدات رفح والشيخ زويد، وكمان سيدات أسر الشهداء. في إطار الحملة اللي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي لأهالي الشيخ زويد، أعلنت وزارة التضامن قرار بمضاعفة الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة والمساعدات الاجتماعية العاجلة لسد الاحتياجات الأساسية في المرحلة الحالية. الكلام ده بيتزامن مع دخول المدارس وأيضا مع مرحلة عودة الأسر للمنطقة بعد فترات غياب واحتياجها للدعم والاستقرار في الوقت الحالي. دكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أوضحت أيضا أنه في إطار استراتيجية تعمير وتنمية شمال سيناء قدمت وزارة التضامن الاجتماعي العديد من التدخلات، فعلى سبيل المثال وليس الحصر، في مجال الحماية الاجتماعية تم تقديم الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية تكافل وكرامة، سواء كان الدعم ده كامل أو جزئي، وأيضا التحقق من حصولهم على بطاقات تموين غذائي وبطاقات دعم الخبز بالتنسيق طبعا مع وزارة التموين، بحيث أن العدد يوصل ل 36 ألف أسرة، بما يعني أو بيشمل حوالي 140 ألف فرد بتكلفة تقدر ب 400 مليون جنيه مصري سنويا. أيضا من المقرر كمان، وده كان الخبر الرئيسي أو العنوان البارز النهاردة، مضاعفة المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة ل 50 ألف أسرة. نعرف تفاصيل أكثر عن زيارة دكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لشمال سيناء وأهم القرارات اللي صدرت امبارح والنهاردة في إطار الحماية الاجتماعية. معنا الدكتورة رامونة كنعان مستشار وزيرة التضامن للتسويق الاجتماعي والتطوير المؤسسي. دكتورة رامونة أهلا بك معنا يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. نبدأ بالزيارة، يعني هي ليست الزيارة الأولى لمنطقة شمال سيناء، لكن الأهداف هذه المرة والتأكيد على صدور بعض القرارات وعدد من القرارات في مسألة الحماية الاجتماعية. تمام، بالفعل زي ما حضرتك ذكرت احنا ابتدينا بمجرد وصول معالي الوزيرة نيفين القباج، هي في ديوان عام المحافظة، هي قامت بمقابلة سعادة اللواء محمد عبد الفضيل شوشة ومساعد قائد الجيش الثاني. أول ما وصلنا بالفعل احنا اتجهنا إلى منطقة الشيخ زويد، وكان الهدف احنا الهدف الرئيسي من يومين العمل اللي احنا قضيناهم هو بالفعل ان احنا نشوف الخطة الحالية اللي ابتديناها كان في مارس اللي فات حصل فيها ايه في هذه المنطقة، وان احنا نتابعها ونبتدي نعرف اكتر احتياجات الأسر اللي موجودة والسيدات واحتياجات المنطقة، وعلشان نبتدي تدخلات سريعة مدتها 3 شهور. بالفعل احنا ابتدينا عندنا كذا حزمة، حزمة للحماية الاجتماعية، حزمة للتمكين الاقتصادي، وخطة لتطوير وتأمين السكن الكريم لأهالي هذه المناطق. احنا طيب. بالفعل خلينا بالفعل الفترة اللي جاية احنا هنشتغل مع مضينا بروتوكولات مع 9 جمعيات أهلية، هيبتدوا أنهم ينفذوا بدءا من اليوم. هنبتدي ننفذ، تم إتاحة 94 مليون جنيه للمشروعات متناهية الصغر للنساء، وهم في مجالات مختلفة، إن كان إنتاج للعلف ومشروعات إنتاج مطروحة، إنتاج حيواني وغذائي وخدمي وتجاري. وفي نفس الوقت زي ما حضرتك ذكرت احنا قمنا معالي الوزيره قرارات انها تدفع الاشتراكات التامينيه المتاخره على الصيادين في منطقه العريش لسد مجنونيه للهيئه القوميه للتامينات، فبالتالي ده هيساعدهم انهم يبتدوا ما يكونش عليهم اي نوع من المجنونيات وانهم يتمتعوا بالفرص المتاحه. بالفعل احنا زي ما حضرتك عارف احنا حاليا في شمال سيناء عندنا اكتر من 28 الف اسره مستفيدين تكافل وكرامه. معالي الوزيره قررت انها تضاعف هذه الاسر عشان نوصل ل 50 الف اسره، فده بما يخص التمكين الاقتصادي والحمايه الاجتماعيه. احنا بالفعل كمان احنا اطلقنا
أمس كان في قافلة اقتصادية واجتماعية وطبية. احنا كنا رايحين بالفعل معانا قافلة طبية بالاشتراك مع الهلال الأحمر في أكثر من 5 تخصصات. التخصصات دي خاصة بالأطفال، بالنساء، بالسمعيات، بالبصر، والمسالك والبطنة. احنا زرنا خلال اليومين أكثر من استفادوا من هذه الخدمات أكثر من 1500 فرد من منطقة الشيخ زويد. فبالتالي مش عارفه لو في تفاصيل ثانيه تحب ان انا اشاركها. مساله اللي بحب دايما يعني اقف عند التمكين الاقتصادي، ما يكونش دعم نقدي فقط مقدم من وزاره التضامن الاجتماعي للاسر المحتاجه. فكره التمكين الاقتصادي واقامه مشروعات لمساعده الاسر دي. تمام، احنا بالفعل لما بنيجي بنشتغل تمكين اقتصادي احنا بنشتغل على شقين، اولا احنا بندرس احتياجات المنطقه وايه هي الموارد اللي موجوده وايه هي الموارد المتاحه. بنشتغل على تدريب هذه الفئات، فبالتالي احنا خلال القافله اللي كانت موجوده كان السيدات المتواجدين بيملوا استمارات، بنشوف من خلال الاستمارات هم يعني يقدروا يعملوا ايه ويشتغلوا في ايه عشان نقدر نتواصل معاهم من خلال الجمعيات الشريكه ونبتدي معاهم مشروعات متناهيه الصغر. بيتم تدريب هذه السيدات ويتم متابعة معاهم لمشروعات صغيرة، المشروعات الصغيرة في مجالات مختلفة طبعا، وزي ما قلت لحضرتك زي مشروعات لعصر الزيتون وغذائي وخدمات تجارية وكمان مشروعات للحرفية وصناعات يدوية. أخيرا دكتورة رامونة، المسألة تفقد أو السكن الجاري تطويره بعد قد ايه، المهله اللي فاضل قد ايه لتسليم هذه المساكن وعوده الاهالي ليها؟ تمام، احنا عندنا المرحله الاولى، احنا عندنا بدانا بالفعل في الفتره اللي فاتت، احنا ان شاء الله يتم تسليم في خلال 3 شهور من دلوقتي، وفي نفس الوقت احنا بنخطط للمرحله اللي جايه مين هي القرى اللي احنا هنبتدي نشتغل عليها من قرى الشيخ زويد. يعني اعتقد كده كل ملفات الحمايه الاجتماعيه تم مناقشتها وتفقدها في الزياره دي. تمام، ومعالي الوزيره طبعا صرحت انه الفتره اللي جايه هي بصدد انها يبقى عندنا بطريقه دايمه انه يبقى في قوافل بتنزل، وخصوصا قوافل توعويه بعد ما نسد العديد من الخدمات اللي الاسر محتاجاها هناك ونبني هذا النوع من الدعم. فبالتالي هنبتدي ننزل بقوافل توعوية للسيدات. كمان حاجة لازم ان انا اصرح بيها انه معالي الوزيرة حضرتك عارف ان احنا بنشتغل من خلال الرائدات الاجتماعيات، واحنا بالفعل قررت زيادة هذا العدد علشان يوصل ل 150 سيدة من المجتمعات في شمال سيناء هم اللي هيبتدوا يشتغلوا مع الاسر ويتفقدوهم ويتابعوا معاهم الملفات الخاصة بيهم بدرجة مساعدين. الدكتورة رامونة كنعان مستشار وزيرة التضامن للتسويق الاجتماعي وتطوير المؤسسي، أنا بشكر حضرتك جدا لوجودك معنا، وبأكد مرة تانية على دور وزارة التضامن الاجتماعي من سيناء لكل محافظات مصر، والتحول من فكرة الدعم النقدي، موجود الدعم النقدي لكن أيضا مشاريع التمكين الاقتصادي، كل أسرة عندها فكرة مشروع صغير أو متوسط تقدر الوزارة من خلال التدريب وكل الإجراءات اللي بتتبعها الوزارة الفترة الأخيرة السنوات الأخيرة نقدر نعمل مشاريع للتمكين الاقتصادي فيما يسمى بالتنمية المستدامة. هنروح لفاصل المشاهدين ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقرات التاسعة. أهلا بحضراتكم، النهاردة الصبح صحينا على خبر رحيل رجل الأعمال المصري محمد الفايد عن عمر يناهز 94 سنة بعد تاريخ يقرب من 70 سنة في مجال المال والأعمال والاقتصاد. من المعروف أن رجل الأعمال محمد الفايد كان بيصنف من رجال الأعمال، من أثرى رجال الأعمال في العالم. توفي النهاردة الجمعة ويتم صلاة الجنازة عليه في مسجد صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة في مسجد ريجنز بارك في لندن. معروف أن الراحل ولد في الإسكندرية سنة 1929 وانتقل لدبي بعد ما كان اشتغل في إسكندرية بعض الأعمال منها عتال على سبيل المثال، ورحل إلى أو انتقل إلى دبي سنة 1960
و1975 انتقل إلى المملكة المتحدة، وهنا كانت الوقفة في تاريخ هذا الرجل، رجل الأعمال العالمي. كلنا عارفين محلات هاروتز الشهيرة اللي اشتراها رجل الأعمال محمد الفايد سنة 1985. النهاردة أعلن صهره الأستاذ أشرف حيدر على صفحته على فيسبوك وفاة رجل الأعمال، قائلا: توفي اليوم إلى رحمة الله تعالى جد زوجتي رجل الأعمال المصري محمد فايد. محمد الفايد ملياردير ورجل أعمال مصري، زي ما قلنا تولد في اسكندرية في منطقة راس التين تحديدا يوم 27 يناير 1929، لأب بسيط كان بيعمل مدرس للغة العربية. وفايد اشتغل في صغره في اسكندرية بعدة أعمال، منها زي ما ذكرنا عتال بضائع بميناء الاسكندرية، وبعد كده في منتصف الستينات انتقل إلى لندن تحديدا في 1975. من هناك جمع ثروته الطائلة. محمد الفايد كان بيحتل المرتبة الـ 12 في قائمة أثرياء العرب بصافي ثروة 2 مليار دولار، وبيحتل المرتبة 1516 عالميا وفقا لتصنيف فوربس. بيعرف الفايد بكونه كان مالك لمتجر هاروتز الشهير في لندن، واللي باعه لقطر بقيمة حوالي 2.4 مليار دولار سنة 2010، رحمة الله على الرجل الأعمال المصري محمد الفايد وأسكنه فسيح جناته. ده كان خبر أعتقد بيهم المصريين، وتحديدا احنا كلنا اهتمينا بأخبار عائلة الفايد بعد سنة 1997، وطبعا الحادث الشهير اللي توفي فيه ابنه دودي والأميرة ديانا في باريس. من أخبارنا النهاردة، خلال مؤتمر صحفي، وهنفضل في لندن شوية يعني في المملكة المتحدة علشان معنا خبر مهم جدا، حديث الساعة في الفترة اللي فاتت كلها، كل العالم بيهتم بأخبار محمد صلاح، مش لكونه لاعب كرة قدم فقط. محمد صلاح عارفين أنه بقى أيقونة لكل الجيل اللي طالع، والناس كلنا بنتفرج دلوقتي على الدوري الإنجليزي من كام سنة، من ساعة ما انتقل ليه محمد صلاح. فكون أي خطوة تحصل في تاريخ محمد صلاح، أي خبر عن محمد صلاح، بيحصل فيه ضجة كبيرة جدا، وخصوصا الخبر اللي كان تم تداوله الفترة اللي فاتت إن محمد صلاح في طريقه للانتقال إلى نادي اتحاد جدة السعودي بعد مداولات. مرة نسمع إن محمد صلاح هيروح، ومرة نسمع إن يورجن كلوب بيقول مش رايح. النهاردة خلال مؤتمر صحفي أقام يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول حسم الجدل حوالين مصير محمد صلاح نجم النادي الإنجليزي ومنتخب مصر، قائلا بالحرف إن صلاح باقي في ليفربول، والنادي لم يتلقى أي عرض رسمي من أندية سواء عربية أو أوروبية لشراء اللاعب. ده بيجي في الوقت اللي طلعت فيه تقارير صحفية كتير على مدار الساعات اللي فاتت بتأكد سفر محمد صلاح للسعودية للتوقيع لنادي اتحاد جد، لكن كلها زي ما حضراتكم عارفين تقارير من صحف سعودية فقط. طيب ايه التفاصيل بقى الأكثر في الموضوع، وايه يعني احنا كده خلاص يورجن كلوب حسم الأمر فيما يتعلق بإدارة نادي ليفربول وموقفها من انتقال محمد صلاح أو عرضه أو تلقي أي عروض. احنا معانا للكلام حوالين الموضوع ده وتفاصيل أكثر الناقد الرياضي الأستاذ صبري سراج. أستاذ صبري برحب بك معانا يا فندم في التاسعة. مساء الخير يا أستاذ يوسف، ازيك ومرحب بيكم السادة المشاهدين. الله يخليك. هل كده بالمؤتمر الصحفي اللي عقده النهارده يورجن كلوب واعلن فيه ان صلاح ليس للبيع في معناه يعني او لم يتلقى اي عروض، هل حسم الامر ولا لسه الباب مفتوح؟ لا الحقيقه طبعا هو لسه الباب مفتوح. انا بس عايز اوضح حاجه، من يورجن كلوب قال على كوتينيو قبل كده ان هو ليس للبيع وبعدها بايام اتباع، ودي تاني مره بس كلوب يطلع يتكلم على ان محمد صلاح مش معروض للبيع وان ما فيش عروض، في حين ان الصحف الاول احنا كنا بنتكلم، انت اشرت لنقطه مهمه جدا وهي ان كل التقارير اللي بتؤكد انتقال محمد صلاح للسعوديه طالعه من جرائد ومواقع والتلفزيون السعودي، ما فيش مصادر اوروبيه خالص كانت بتشير الى ان صلاح قريب من الانتقال، بالعكس لحد النهارده كان كل التقارير اللي بتطلع واكثرها وثوقا الصحفي الايطالي اللي هو المعروف رومانو
اللي هو موثوق جدا في سوق الانتقالات، كان بيقول ان في رفض تام من جانب صلاح ومن اداره ليفربول في التفريط في محمد صلاح للسعوديه او لاي فريق اخر. لكن كان في اصرار سعودي في التقارير السعوديه على ان صلاح هيكون موجود في السعوديه، وان صلاح قرب، وحتى وصل بيهم الامر ان هم كانوا قالوا ان اخر مباراه ليه هتكون نيوكاسل، وبعديها هيسافر دبي مباشره عشان يوقع الكشف الطبي وبعدين يستكمل التعاقد بتاعه. الحقيقه ان ده برضه لحد دلوقتي ما حصلش، انما النهارده حصل متغير بعيدا عن الكلام بتاع يورجن كلوب في المؤتمر، ان لاول مره سكاي سبورتس البريطانيه تتناول الموضوع وتاكد ان في عرض، وان اخر عرض قدم كان ب 150 مليون استرليني وتم رفضه، وان هيتم التقدم بعرض جديد، السعوديه مصممه على التعاقد مع محمد صلاح بما يوازي 200 مليون استرليني او حوالي 230 مليون دولار كعرض جديد، لانهم عندهم اصرار ان هم يتعاقدوا مع محمد صلاح. فالحقيقه ان هو الموضوع لم يحسم، خصوصا ان باب الانتقالات لسه في السعوديه فاضل عليه اسبوع، هيقفل يوم 7. فلسه الامور برضه ضبابيه. اخر كلام اتقال امبارح من الصحافه السعوديه ان صلاح رهن موافقته بموافقه النادي، ان هو خلاص انا يا جماعه ما عنديش مشاكل اروح السعوديه، لكن اتفقوا مع النادي، المهم تكون الموافقه من النادي، انا مش هفعل الشرط الجزائي، لازم النادي يكون موافق ويورجن كلوب يكون موافق. اوكي، ده الكلام طيب. اللي هو طالع اخر كلام طالع من الجانب السعودي يعني. طيب. النهارده المتغير زي ما قلت حضرتك هو كلام سكاي سبورت. سكاي سبورت لاول مره سكاي سبورت تقول ان في عرض جدي بقى، لان السعوديه لا فعلا قدمت عرض والعرض ده اترفض اللي هو ب 150 مليون، وبيستعدوا لتقديم عرض تاني مساء اليوم او بكره اللي هو ب 200 مليون استرليني. 200 مليون استرليني الحقيقه ده لو اتحقق صلاح هيبقى اغلى لاعب في العالم. طيب ما هو هنا ده اللي هيخلينا نسال، هل هو برضو كلام صحف ومواقع ولا الموضوع اقرب الى الحقيقه؟ هو بما ان الصحافه الانجليزيه بدات تتكلم فاحنا كده بنتكلم في واقع جدي بقى. يعني الكلام بقى له اكتر من مصدر، يعني دلوقتي بقى الاول كانت السعوديه او الاعلام السعودي بس هو اللي بيتكلم، وكان في تجاهل او توضيح بالرفض من جانب ليفربول في الصحافه الاوروبيه. دلوقتي لا، الصحافه الاوروبيه بتتكلم ان في عرض يا جماعه، فعلا في عرض اتقدم واترفض، وفي عرض اكبر هيتقدم المفروض ان هو لا يقاوم صلاح، وقتها هيبقى اغلى لاعب في العالم لو الانتقال تم بالمبلغ ده. طيب. الامور بالنسبه لليفربول صعبه جدا، ليفربول حتى لو قدر يفرط او استسلم للرقم الضخم هو مش هيقدر يعمل بيه حاجه، لان باب الانتقالات قفل عنده، ومش هيقدر يعوض محمد صلاح على الاقل لحد يناير، ولا في يناير كمان هيقدر يعوض لاعب بالحجم ده الحقيقه، خصوصا ان هو فرط في اكتر من نجم في الفتره اللي فاتت، والفرقه بتاعته اتغربلت، الفرقه اللي هي عملت الانجازات لليفربول في الفتره اللي فاتت معظمها خلاص رحل بالفعل عن الفريق، والفريق لم يعد به نجوم الا محمد صلاح واليسون بيتر والمدافع فان دايك، يعني هم بقوا اشهر او اهم ثلاث نجوم في الفرقه، بقوا هم العمود الاساسي، العمود الفقري الاساسي للفريق. فالتفريط في محمد صلاح هيحط ليفربول في ازمه كبيره جدا جدا جدا. طيب. على مستوى الطموحات بتاعه النادي في السنين اللي جايه، احنا يعني شايفين ان ليفربول السنه دي طموحاته هو ما صعدش لدوري الابطال. طيب، ففرصه ان هو يصعد لدوري الابطال من الموسم ده بدون محمد صلاح هتبقى شبه معدومه، فده معناه ان النادي هيخش في نفق مظلم، وده اللي بيفسر لي اصرار ليفربول على الرفض لحد دلوقتي. طيب حضرتك، احنا دلوقتي بنتكلم على عرض مرتقب وفقا لسكاي سبورتس، وحضرتك قلت ان الباب مازال مفتوح، وان العرض 200 مليون استرليني ولا 230؟ 230 مليون دولار. 230 مليون دولار ده هيكون اعلى رقم في العالم حاليا. بالظبط، احنا بنتكلم قدام رقم مغري جدا. اول حاجه حضرتك قلت لي ان النادي مش هيستفيد بالعرض لان باب الانتقالات قفل عنده. بالظبط. طيب، فاضل نقطه مهمه يعني عايز راي حضرتك فيها بخبرتك في مجال الرياضه. دلوقتي صلاح يعني امام عرض مغري جدا، والنادي موقفه معروف، لكن صلاح احنا نعرفه ان هو ليه هدف تاني خالص، راح عشان الدوري الاوروبي، ان هو ياخد الكره الذهبيه. في رايك، من خلال معرفتك ومتابعتك اكتر مننا لشخصيه محمد صلاح، هل محمد صلاح ممكن يخضع في مقابل ان هو يضحي بهدف زي ده؟ بص هقول لك على حاجه، هو يعني اكيد ما حدش هيقدر يحط نفسه مكان محمد صلاح في الموقف ده، اكيد، لان كمان الضغوط كبيره جدا، وانت عارف ان الضغوط ما بتبقاش ماليه بس، يعني هو الاوفر المادي ده مش بيبقى هو عامل الضغط اكيد، لا في حاجات تانية في الموضوع. بالظبط.
ففكره ان هو ينتقل او ما ينتقلش هو في الاخر هيبقى قراره، وكل قرار له مميزات وله عيوب. لو بتسالني عن رايي الشخصي، انا اتمنى تماما ان هو ما يروحش، انه يرفض العرض ويكمل في اوروبا شويه. اولا هو سنه 31 سنه، وبالبرفورمنس اللي هو بيقدمه ده واجتهاده والمستوى البدني اللي هو عليه، فهو ممكن يلعب 4-5 سنين كمان في التوب ليفل في اوروبا. هو ده اللي احنا بنقول عليه. ليه اضحي بده وانا كده كده بعد ال4-5 سنين دول، خلينا نقول بعد 4 سنين وانا عندي 35-36 سنه، هقدر انتقل للدوري السعودي او الدوري الامريكي او اي دوري من الدوريات اللي هي بره اوروبا اللي بتدفع فلوس ومبالغ كبيره جدا، واقدر احصل المبالغ دي تاني بعد 4-5 سنين. وفي نفس الوقت انا الساحه بالنسبه لي دلوقتي في اوروبا، يعني محمد صلاح في وقت من الاوقات قعد سنتين من افضل اللي ما يكون افضل لاعب في العالم، ومع ذلك ما خدش الكرة الذهبية لأن كان موجود ميسي وكان موجود رونالدو في أوروبا. بالظبط، هو ميسي ورونالدو والسعودية قدرت تفرغ نجوم كتيرة كبيرة من من أوروبا، يعني خرجتهم السنة دي. فرصة فوزه بالكرة الذهبية أنا مش بقول إن هي بقت مضمونة، لكن على الأقل بقت مقسومة على 3 لعيبة. يعني فبقى له نسبة فعلية، يعني بقى في نسبة فعلية لفوزه بالكرة الذهبية. المنافسة بقت بينه وبين وبين امبابي وما بين هالاند، يعني بقت مقسومة على 3. الأول ما كانش فيه فرصة خالص. طيب، فأنا ليه أضحي بده؟ يعني احنا دلوقتي أضحي بالمجد ده؟ احنا دلوقتي قدامنا قد ايه تقريبا؟ اسبوع على ما موسم الانتقالات يتقفل في السعودية، فيبقى كده الموضوع حسم خلاص. بالظبط، مظبوط. الى حين، الى حين، يعني الى حين، لان وارد جدا ان هم لو ما عرفوش ياخدوه في يناير ان هم يجددوا العرض في الصيف، في الشتاء في الصيف، يعني ما اعتقدش ان هو اللي هو في الشتاء هيبقى الموضوع سهل. يعني بالعكس، الانتقالات في الصيف في الشتاء بتبقى اصعب، يعني موسم كمان. الاستاذ صبري سراج الناقد الرياضي، انا بشكر حضرتك جدا لوجودك معنا، وما زال ملف محمد صلاح مفتوح والحديث لن ينتهي إلا بقرار، هننتظره على مدار الأيام القادمة. مشاهدينا، انتهت فقرتنا دي، هنروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقرات التاسعة. احلى مدينه على البحر الابيض المتوسط. شبرونوس نسيتني همومي في ثانية، قاعد حساباتي وبرجع بص الصف وشك بالدنيا. عالمولى كنت سايبك ولا عمري كنت حاسبك. نشكر الشركة المتحدة على المجهود جبار. اهلا بحضراتكم. يعني الايام الحلوه بتعدي بسرعه، لكن من 13/7 للنهارده استمتعنا باحداث مختلفه تماما عن كل المهرجانات اللي شفناها في مصر، سواء المهرجانات الفنيه تحديدا. هي دقائق ويسدى الستار ليعلن اختتام فعاليات مهرجان العالمين الترفيهي اللي بيعتبر أكبر حدث ترفيهي في الشرق الأوسط واللي امتد على مدار 50 يوم. النهاردة حفل الختام هيكون للفنان الشاب ويجز، وهنروح مباشرة للعالمين نعرف الأجواء عاملة إيه في آخر ليلة مع مراسلنا من هناك أحمد الحسيني. أحمد، مساء الخير. يعني النهاردة ختام المهرجان اللي احنا قعدنا معاه مستمتعين على مدار الأيام دي كلها. مهرجان كبير جدا، مهرجان وأجواء رائعة. يعني خلينا نتكلم في البداية عن الجو هنا في مدينة العالمين. جو جميل جدا جدا جدا، مفيش أي إحساس بالدرجات الحرارة طبعا زي القاهرة
ومحافظات طبعا الاخرى. النهارده يمكن في حفله ويجز، هو لسه طبعا ما طلعش على المسرح، ولكن في اقبال كبير جدا من الجمهور، يمكن من اول مدخل مدينه العالمين لغايه هنا ازدحام طوابير، سواء من العربيات او من الجمهور من المواطنين اللي طبعا كانوا حريصين ان هم ييجوا حفله ويجز هنا، لان هو طبعا ليه اقبال جماهيري كبير، خاصه طبعا من فئه الشباب. يمكن دلوقتي في على خشبه المسرح وضمن فعاليات مهرجان العالم عالمين بيتم عرض مجموعه من الفرق الغنائيه والموسيقيه، وبعد شويه هيطلع ويجز على خشبه المسرح باغانيه الشبابيه ويمتع جمهوره ويمتع كمان مهرجان العالم عالمين. خليني اقول لك ان فعلا من يوم 13 يوليو زي ما ذكرت يا يوسف لغايه النهارده احنا بنتكلم في 51 يوم، يعني 52 يوم، وبكره كمان في حفله ثانيه لشارموفيلز، ويمكن هي دي اللي هتكون ختام الفعاليات المهرجان، هيتم بيها ايضا مجموعه من الفرق الغنائيه برضو اللي هتشارك مع شارموفرز في الغناء، وكمان ليهم حضور قوي جدا من الجمهور. فبالتالي احنا بنتكلم عن مهرجان مش بس هو مهرجان فني، لا ده مهرجان ترفيهي رياضي. طبعا كان في فعاليات رياضيه كبيره جدا، يمكن المهرجان نفسه العالم على مين ابتدى او تم افتتاحه بالكره الشاطئيه او بمنافسات الكره الشاطئيه، واللي شارك فيها كمان عدد كبير من نجوم الكره زي ما شاهدنا طبعا وتابعنا ونقلت عدسه القناه الاولى فعاليات المهرجان من اليوم الاول لغايه النهارده اليوم قبل الاخير، وطبعا بنتابعه معاكم. وكمان انا عايز اقول نقطه مهمه جدا، ان مدينه العالمين اختلفت وتحولت، يمكن كنت لسه بتكلم مع عدد من الجمهور والمواطنين اللي جم هنا. انا دلوقتي موجود في منطقه الممشى، في كتير طبعا من الجمهور بيجوا هنا والمواطنين بيجوا يتمشوا في المنطقه هنا، وطبعا هي منطقه يعني لو وصفتها كلمات اقل من توصف جمال وروعه هذا المكان يوسف فعلا. يعني يمكن الكاميرا هي اللي هتنقلها بصدق وعن حق روعه الجمال هنا. الناس هنا فعلا منبهرين بكل حاجه، منبهرين بالجمال، منبهرين بحجم الحاجات دي طلعت امتى وازاي ظهرت، وبالجمال والروعه. احنا عندنا مدينه ساحليه عالميه تضاهي كل المدن على المستوى الارض كلها ومستوى العالم كله. فعلا مدينه العالمين مهرجان العالم عالمين هو فعلا ينافس كبرى المدن العالميه، المدن الساحليه. احنا بنتكلم عن مدينه ساحليه تمتد ساحلها على مدار او على طول 14 كيلو متر. وطبعا فين بقى العالمين كانت قبل كده زمان واصبحت ازاي دلوقتي؟ هو ده او هي دي الجمهوريه الجديده. ليك يوسف مره ثانيه. فعلا زي ما قلت المنظر والجو رائع، اذا كان احنا بنشوفه من الشاشات كده فما بال اللي راح هناك على مدار 51 يوم. زي ما قلت يا احمد الموضوع كان مختلف، كنا في حاله ثانيه تماما. الشركة المتحدة جمعتنا، جمعت كل المشاهدين حوالين التلفزيونات ننتظر الحفلات اللي بتتنقل من العالمين، يعني حالة ما عشناهاش من سنين طويلة. كنا بنشوف مهرجانات صحيح في مصر، مهرجانات فنية، لكن مهرجان بالضخامة دي وبالشكل ده يعني كان موضوع يدعو للفخر حقيقي. أنا بشكرك جدا زميلي أحمد الحسيني من العالمين، واسمح لنا ننضم لي الناقد الفني الأستاذ أمجد جمال يكلمنا بقى عن حصاد المهرجان. أستاذ أمجد برحب بيك معنا في التاسعة. أهلا بيك يا فندم، مبسوط جدا أنا معاك وسعيد بمناقشة الموضوع اللي مخلينا كلنا عموما حاسين بفخر وسعادة كبيرة سواء بالمدينة أو بالحدث نفسه. من شهر تقريبا أستاذ أمجد قلت إن إحنا كأننا في حلم. بالظبط. الموضوع كله كان يعني مش متوقع. دي مكان كان مشهور ان هو فيه اشهر او اكبر حقول الغام في على الكوكب تقريبا. مكان كان يعني مفقود الامل فيه من الاصل. المكان ده المدينه اللي احنا بنشوف عليها حدث بالضخامه دي وتحولت في ظرف يعني سنين قليله، خلاص بقت يعني عباره عن هب للاحداث الترفيهيه والفنيه والرياضيه. بقى المكان بقى حاجه بصراحه تفرح، وفعلا هو حلم اتحقق. شايف ازاي الكوكبه من النجوم المصريين او العرب اللي حضرت المهرجان بالرغم ان هو دي الدوره الاولى ليه؟ طبعا يعني السمه المسيطره على
مهرجان العالمين من الناحيه الموسيقيه بقى ومن ناحيه الحفلات هو التنوع الكبير. في تنوع واضح جدا وفي حتى وعي من منظمين الحدث او المبرمجين للحفلات، في وعي ملحوظ بفكره ان الساحه الموسيقيه والمشهد الموسيقي نفسه في مصر اتغير في السنين الاخيره، بقى في هو المزيكا نفسها في مصر بقت متنوعه وبقت بتنفع تيارات موسيقيه عديده ومختلفه جدا عن بعضها متفاوته لدرجه التناقض يعني. والمهرجان استوعب ده وكان يعني ساحه بتضم كل النوعيات، وفي يعني كانه مائده بتشمل كل انواع الاكلات يعني. عندنا الراب الشعبي، عندنا حتى المهرجان بوجهه الجيد يعني ظهر من خلال مثلا عمر كمال، عندنا حتى اغاني المطربين البوب التقليديين او الكلاسيك ظهروا، عندنا مطربين من مصر، مطربين من لبنان، اكبر نجوم في الوطن العربي اليسا، راغب علامه، يعني حاجه فعلا مشرفه. وده اللي يعني بنطمح السنه الجايه مزيد ومزيد من التالق ده، ونشوف نجوم اكتر من دول كمان يعني. احنا عندنا طموحات وتطلعات اكتر من كده بكتير كمان. الحاله اللي احنا عشناها قادرين نحقق ده، الحاله اللي احنا عشناها يا استاذ امجد، يعني حتى الناس في البيوت كانت عايشه في حاله ان في النهارده سهره فهنتفرج وكلنا نبقى موجودين قدام الشاشه. الحاله دي من زمان ما كانتش موجود. هو كمان كان قرار يعني قرار جيد جدا من الشركه المتحده ان الحفلات تبث سواء بعضها على الهواء مباشره وبعضها الاخر مسجل. ده كان قرار حكيم جدا لانه بيرجعنا لحاجه كانت موجوده اصلا زمان واختفت، مش عارفين اختفت ليه، وهي اجواء ليالي التلفزيون واضواء المدينه والحفلات اللي بالنوع ده. كانت دايما كنا زمان بنستنى الاحداث دي، بنستنى كل يوم خميس او يوم جمعه بيكون في حفله كبيره بتبث على التلفزيون ولاكبر النجوم. العاده دي اختفت في ال 20 سنه الاخيره، انا مش عارف ليه اختفت. بقت الحفلات معظمها برايفت يعني خاصه مش بتبث، مش يعني بدا حتى يظهر منافسين اقليميين، دول صديقه وشقيقه مجاوره بتعمل احداث فنيه وحفلات كبيره وبتبثها على قنواتها، فاحنا اولى بده. فكان قرار حكيم جدا ان احنا مش بس اللي يكون المدينه العالمين انها تستضيف الحدث ده، بقى كمان القنوات المصريه كمان انها تذيع الحفلات دي. يعني كمان الـ يعني هو في تميز حتى في اسلوب العرض نفسه والتصوير، الصوره، هندسه الصوت، في تميز واضح بصراحه. لا هي كانت حاله جميله، وزي ما قلت كده كنا بنستناها. احنا كمان هنستنى من دلوقتي ان شاء الله للمهرجان في دورته القادمه في الصيف القادم ان شاء الله في العالمين الجديده. انا بشكرك جدا استاذ امجد جمال الناقد الفني. هنفضل في الفن برضو، ولكن معانا خبر ربما يعني يصيب البعض او المتابعين او كثير من المتابعين بالحزن. النهارده اعلان وفاه فجر اليوم الشاعر العراقي الكبير الاستاذ كريم العراقي عن عمر يناهز 68 سنه، حسب ما اعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الثقافيه عارف السعدي. قال السعدي على صفحته الرسميه في فيسبوك: انعي لكم الشاعر كريم العراقي الذي رحل فجر هذا اليوم في ابو ظبي. الفنان او الشاعر الكبير كريم العراقي كان مرتبط ارتباط كبير جدا بالفنان الكبير كاظم الساهر اللي جمعته بيه عشرات الاغاني اللي كتبها، وكانت علامات فارقه كمان في مشوار كريم العراقي ومشوار كمان كاظم الساهر، وكان بيعتبر بمثابة امتداد للشاعر الراحل نزار قباني بالنسبة للفنان كاظم الساهر. الفنان الشاعر الكبير كريم العراقي اتولد في بغداد سنة 1955 وحاصل على دبلوم علم النفس وموسيقى الأطفال من معهد المعلمين في بغداد. الشاعر الراحل كريم العراقي اشتغل مدرس في مدارس بغداد لعدة سنوات، وبعد كده اشتغل مشرف متخصص في كتابة الأوبريت المدرسي. حصل أيضا على جائزة منظمة اليونيسيف لأفضل أغنية إنسانية عن قصيدة تذكر التي لحنها وغناها الفنان كاظم الساهر من أعمال ديوان المطر وأم الضفيرة ذات مرة كمان، وضمن أعماله وسالم يا عراق والخنجر الذهبي والشارع المهاجر. يعني دي أحد الأعمال اللي جمعت الفنان كاظم الساهر مع الراحل الشاعر الكبير كريم العراقي. معانا
المزيد من التفاصيل حوالين مسيرة هذا الشاعر العظيم الأستاذ أحمد السماحي الناقد الفني. أستاذ أحمد برحب بيك. أهلا وسهلا بيكم وعزائي لكل لأسرة الشاعر العراقي الكبير كريم العراقي ولكل محبيه. أستاذ أحمد قبل ما أدخل في علاقتك المباشرة مع الراحل الشاعر الكبير كريم العراقي خلينا أسألك عن تأثيره وتأثير شعره في ساحة الغناء وتحديدا الغناء باللغة العربية الفصحى. لا هو كريم العراقي للأمانة ترك بصمة كبيرة جدا جدا في تاريخ الأغنية الوطنية والعاطفية والإنسانية في العالم العربي كله وغناء كبار المطربين العالم العربي لأشعاره بداية من الفنان الكبير وديع الصافي، الفنان كاظم الساهر، الفنانة ماجدة الرومي، الفنانة لطيفة، الفنان عاصي الحلاني، كبار ديانا حداد، فضل شاكر، كبار مطربين العالم العربي غنوا أشعار هذا العملاق الذي برحيله تنتهي صفحة من أنصع صفحات التاريخ الشعري الغنائي في مصر والعالم العربي. التعامل الشخصي أو المباشر ما بين حضرتك وما بين الشاعر كريم العراقي، يعني في حوار أجريته معاه في الأهرام، تقدر تقول لنا بقى عن تفاصيله الشخصية؟ والله بص انا كريم العراقي كانت بتربطني بيه يعني علاقه لطيفه جدا وعلاقه تقترب الى الصداقه، مش عايز اقول علاقه صداقه لكن علاقه تقترب الى الصداقه، لانه انا كنت من اشد المعجبين بكلماته مع تحديدا مع كاظم الساهر، لانه هو تعاون مع كاظم الساهر في اكثر من 100 اغنيه، فكان يهمني اعرف سر هذا الهارموني بين الاثنين وسر الصداقه وبدأت إزاي الصداقة، فده كان شغلني جدا جدا. وعندما اقتربت منه يعني أبسط مثال لما قلت له أستاذ كريم أنا فلان الفلاني وعايز أعمل حوار مع حضرتك، قال لي أنت فين؟ قلت له أنا في الأهرام، قال لي هاجي لك الأهرام. والراجل جالي الأهرام وعملنا حوار لمجلة الأهرام العربي، وكان قبل ما انتهي الأهرام، فكان حوار ساري جدا جدا. بعد كده عملت له عدة حوارات، لكن هذا الحوار تحديدا لأن احنا كنا الأول مرة بنتعرف ببعض، فكان لاحظت أنه هو قد إيه مهرع في الحس، قد إيه حساس. عندما ذكرت له قصيدته بغداد العراق بكى، وبكى بحرقة، وكان يعني حقيقي أنا صدمت بمشاعر هذا العملاق الشعر، يعني صاحب أروع الأغاني اللي رددناها كلنا، أنه يكون بهذه الحساسية المفرطة لدرجة البكاء يعني فاجأني حقيقي. يعني كان ليك عنوانة كده للحوار أستاذ أحمد، كريم العراقي يبحث عن أغانيه الضائعة، كنت تقصد إيه بأغانيه الضائعة؟ لانه هو في يعني ما اعرفش الكلام ممكن اقوله ولا لا، بس هو كريم العراقي لانه عمل الحان اغاني كتير جدا، كتب اغاني كتير جدا، بس بسبب الخلافات اللي كانت بين العراق والكويت فكانت اغانيه ما كانتش بيتكتب عليها اسمه، فكان فبيضطر ان هو حرام يطلع معايا في حوار صحفي يتكلم عن هذه الاغاني لانها كانت دايما تنسب لاشخاص اخرين، لدرجه ان هو معايا في اكتر في حوار مثلا قال لي على اغنيتين مهمين جدا 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 في مشوار المطربه العظيمه لطيفه اللي هي قول ان شاء الله ان شاء الله ترجع ليا، واغنيه كرهتك اللي هي ضميرك مزيف، الاغنيه العظيمه دي، وقال لي كلماتها، وفاجئت بعد كده ان يعني الاغنيتين دولت طلعوا باسم شاعر خليجي كان مشهور في فتره في بدايه الالفينيه يعني سنه 2002 2003 يعني. فده عشان كده انا عنونت العنوان ابحث عن قصائدي الغنائيه، هو كان بيبحث فعلا ان هو اغانيه واشعاره ان هي الناس تبقى عارفه ان هو صاحب هذه الاغنيات وهذه الاشعار، لدرجه ان حتى من احد اجمل قصائده لا تشكي الايام لا تشكو جرحا، ده القصيده ديت غناها الفنان العظيم كاظم الساهر في مسلسل اسمه المسافر، كان بطوله كاظم الساهر، وبعد سنين طويله يعني السنه اللي فاتت اعتقد 2022 غنت المطربه الكبيره اصاله هذه القصيده باشعار بالحان الموسيقار الخليجي طلال، وقدرت تبقى وهو كان كاتبها بشكل تاني مختلف يعني، لانه كانت القصيده دي عزيزه عليه جدا
وكان كتير قوي من الجمهور وكتير قوي من الناس بينسبوها للمتنبي او بدر شاكر السياب او غيرهم من الشعراء. يعني دائما المعاناه تكمن وراء ابداع الشعراء. الاستاذ احمد السماحي الناقد الفني، انا بشكر حضرتك جدا، ويعني كل التعازي لاسره الفقيد الراحل الشاعر الكبير العراقي كريم العراق. مشاهدينا نروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم فقرات التاسعه. أهلا بحضراتكم. لا شك أن أي لفتة إنسانية بتمس القلب مباشرة، لكن لما تيجي من طفل ده بقى اللي بيبقى أكتر وأكتر، الفرحة بتبقى كبيرة أوي. في لفتة إنسانية كده حصلت في قرية بهمو بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، بصراحة يعني أثرت على كل اللي عرف الخبر ده أو اللفتة الإنسانية دي. اللفتة بتقول إيه بقى؟ إن طفل اسمه مالك أحمد رمضان 5 سنين من قرية بهمو بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، عمل ايه بقى طفل حبيبي مالك 5 سنين؟ اتبرع بمدخراته، لا تحويشه العمر بتاعته او حصلته اللي بيجمعها من مصروفه اليومي، اتبرع بيها لتجهيز عروس يتيم من عروسه يتيمه من ابناء القريه. دي صوره العظيم طفلنا حبيبنا مالك احمد رمضان. ومش بس كده، يعني هو مش اتبرع بكل اللي بيحوشه من مصروفه من باباه، لا ده هو أصر إن هو يروح بنفسه لبيت العروسة ويسلمها تحويشته اللي هي الحصالة زي ما بنقوله. خلونا نعرف أكتر من والد الطفل مالك. معانا الأستاذ أحمد رمضان، برحب بيك معانا يا أستاذ أحمد. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. أولا أنا أحييك وأحيي طفلك وابنك مالك على هذه اللفتة الإنسانية العظيمة. الموضوع بقى يعني مالك بيحوش بقاله قد ايه؟ هو مالك بيحوش كده بقاله 6 شهور ما شاء الله. يعني الحمد لله، يعني ربنا يبارك لنا فيه ويطول لنا في عمر يا رب. الموضوع كله كان في جروب ما تبع القريه، كان كاتب ان في عروسه يتيمه من بنت اهل البلد وكده، فبيحاول يلم لها تبرعات وكده. فكنت الحوار كله كان بيني انا وزوجتي يعني. فاحنا بتكلم انا وامه في عروسه يتيمه والكلام دوت في البلد، مش قادرين ان هم يجهزوها والكلام ده. فلقيت مالك بيرد عليا بيقول لي يا بابا طب انا معايا الحصاله بتاعتي، ينفع اوديها؟ ما شاء الله تبارك الله. فبقول له ماشي، تعالى نتكلم ايه الاستاذ جمال وحيد والاستاذ عبد الله جابر المسؤولين ايه عامل العروسه وكده وكل حاجاتها يعني. فرنينا على الاستاذ جمال، الاستاذ جمال بعت لنا احنا عايزين ايه نودي الحصاله دي للعروسه. فبصراحه رحنا العروسه، يعني كان كل الفرحه وكل السرور، يعني البلد اتقلبت بسبب مالك. قدرنا ان احنا نجهز العروسه والحمد لله رب العالمين من اهل الخير، يعني قدرنا نخش في الثانيه. يعني اخونا السبب صارع اللي يوضح الحصاله بتاعته، والقريه كلها بقت تهتم بالموضوع بسبب ان طفل عنده 5 سنين قدر ان هو يعني يعمل كده. في ناس كبيره ما قدرتش تعمل كده، فده لفت نظر القريه كلها عامه. يعني هو بذره طيبه ربنا يبارك لك فيه بدون شك. يعني هو مالك سمع الحوار اللي بينك وبين والدته ان انتوا بتجمعوا للعروسه دي عشان يتيمه، فعلى طول مباشره بدون تردد بقى ولا تفكير قال لك ينفع يا بابا اتبرع بالحصاله بتاعتي. تمام، بيقول لي انا معايا فلوس في الحصاله اروح اوديها للعروسه عشان ايه تتجوز على طول. طيب يعني ربنا يبارك لك فيه وتشوفوا احسن الناس وتزود له مصروفه بقى، طالما هو بيحب يعمل خير زود له مصروفه شويه. بلغوا تحياتنا وشكرنا وتقديرنا ليه، وربنا يكتر من امثاله ويبارك لك فيه يا رب ويحميه. وانا بشكرك جدا الاستاذ احمد رمضان والد الطفل مالك صاحب الرساله العظيمه لكل الناس. على مدار عام، على مدار سنه فاتت تقريبا سنه، عام يسمى عام من الاضطراب في منصه تويتر سابقا او اكس حاليا. الجديد بقى المرة دي بعد الأخبار اللي كل فترة بتظهر عن قرارات المالك الجديد لهذه المنصة المعروفة طبعا والمشهورة جدا، أعلن إيلون ماسك مالك منصة التواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر إن المنصة هتقدر دلوقتي تجمع بياناتك البيومترية. يعني ده هنفهمه بالتفصيل مع ضيفنا، لكن الموضوع بقى بيقول ايه؟ ان التجميع ده هتشير التحديث الجديد اللي هو تحديث تويتر الجديد اللي تمت اضافته الى سياسه خصوصيه النظام الاساسي، الى ان لديه الان او التطبيق ده معاه الان اذن لجمع بصمات اصابع مستخدميه، مسح شبكيه العين،
التعرف على الصوت والوجه، يعني مجرد ما تفتح التطبيق كده خلاص تعرف على وشك، فده هيخزنه عنده، بقت بصمة عنده، بصمة الإيد. يعني التحديث ده إن أي شخص بيستخدم التحقق من بصمة الأصبع لتسجيل الدخول إلى التطبيق من الموبايل، أو بينشر صور أو مقاطع فيديو على المنصة بيمكن من خلالها إن هو يقرأ ويحفظ كمان ومعاه إذن بكده بيانات المستخدم البيومترية المفهرسة من قبل الشركة. موضوع اللعب بالبيانات المستخدمين أو استخدامها ده كان موضوع حساس جدا والناس اتكلمت فيه كتير، لكن السياسة الجديدة كمان بتصف إن هي مهتمة بالقياسات الحيوية للمستخدمين، على إنها يعني المبرر لمالك المنصة بيقول إنها لأغراض السلامة والأمن وتحديد الهوية. كمان المنصة أضافت في بيانها إن جمع البيانات هيكون حوالين التاريخ الوظيفي للمستخدمين، يعني مش بس اللي احنا قلناه بصمة العين والإيد والصوت وكل ده، لأ هياخد كمان الخلفية التعليمية والبيانات أو التاريخ الوظيفي ونشاط البحث عن وظيفة. يعني هو غالبا كده نقدر نقول إن هو هياخد كل حاجة عن المستخدم. ده بيعني إن كل بياناتك الحيوية والشخصية جدا والاجتماعية هتكون في أرشيف إكس خلال الفترة الجاية. طيب إيه مدلولات ده الخطيرة اللي بتتعلق بالخصوصية؟ ويا ترى المنصات دي هتستفيد إيه من جمع البيانات الدقيقة جدا دي؟ إحنا معانا الدكتور محمد عسكر خبير التكنولوجيا وأمن المعلومات يقول لنا إيه القصة؟ إحنا كان معانا من فترة وبنتكلم عن جمع البيانات والفيديوهات والصور للاستخدام في الفيديوهات المفبركة أو التزييف العميق الديب فيك. دكتور محمد برحب بيك معانا. تحياتي يا أستاذ يوسف لحضرتك ولجمهورك الكريم في مصر والوطن العربي. أشكرك دكتور محمد. من أسبوع كنا بنتكلم عن وكنا حذرنا من أن الناس تخفف صورها وفيديوهاتها على مواقع التواصل لاستخدامها فيما بعد في التزييف العميق من خلال الذكاء الاصطناعي. النهاردة عندنا منصة تويتر طلعنا ببيان خطير جدا، ايه الموضوع بقى يا فندم؟ هو الحقيقه منصه تويتر او اكس حاليا تويتر سابقا ابتدت اعلنت منذ يعني ساعات ان هي هتقوم بجمع البيانات البيومتريه للمستخدمين، ونقصد بالبيانات البيومتريه هي بصمات الاصبع او شبكيه العين او يعني الوجه او انماط ضغط المستخدم على المفاتيح في جهاز الموبايل بتاعه او حتى السلوكيات الجسديه بتاعته. ده الحقيقه تطور بيثير القلق لدى بعض الناس، لان احنا لسه مش عارفين، لا يزال من غير الواضح ايلون ماسك عايز يعمل ايه بالبيانات البيومتريه للمستخدمين. يمكن زي ما حضرتك قلت هو المعلن ان هو بيقول ان ده الاغراض السلامه والامن وتحديد الهويه. البيانات البيومتريه كانت مستخدمه منذ فتره على المستويات الامنيه او المستويات المخابراتيه لتتبع خارجين عن القانون او بعض الحالات الارهابيه، وحتى كانت تستخدم في بعض الحالات اصدار التاشيرات الى بعض الدول الاوروبيه زي الشنغن، حتى في بعض الدول العربيه والخليجيه ده مستخدم بعض التأشيرات، يعني من الجمهور الكريم سافر بعض الدول الأوروبية والعربية هتلاقي في بعض بصمات العين أو بصمات الإصبع. لكن تكون موجودة على منصة الناس بتستخدمها كل يوم، ده الأمر الجديد في الموضوع. بالظبط كده. ما النهاردة أنا لما يبقى دوت متاح لمنصة، ده بيثير عندي أنا تساؤلات كتيرة. يا ترى إزاي هيتم تخزين البيانات ديت؟ المنصة دي هتستعملها إزاي؟ إيه هي الدول المحدد بها إن هي يبقى عندها صلاحيات الوصول للبيانات ديت؟ ازاي هيتم تامين بيانات البيومتريه؟ لان حضرتك النهارده بتتكلم بيانات حساسه جدا، احنا مش بنتكلم على كلمه سر او كلمه لا، ده واخد كل حاجه، التاريخ الوظيفي و طيب يعني هو الموضوع، بس ممكن سريعا جدا دكتور محمد لو تكرمت. طيب انا احمي يعني نفسي ازاي؟ عايز احدد مدى الخطوره. انا ما بتكلمش على كلمه مرور بمعنى ان انا لو فقدتها ممكن اغيرها، انا بتكلم على بصمه عين. فاذا ده بيمثل خطوره كبيره، عشان كده احنا لازم يبقى في توضيح او لازم يبقى في شفافيه. النهارده الاتحاد الاوروبي ابتدى يضع قانون للخدمات الرقميه، وابتدى القانون ده ابتدى يطبق على 29 تقريبا منصه من منصات التواصل الرقمي. تمام. منها منصات امازون وابلي ستور، ومنها حتى فيسبوك وانستجرام وغيرها. فاحنا لازم يبقى في شفافيه، لازم يبقى في وضوح للهدف من الكلام دوت.
الحقيقه ايلون ماسك عنده تصور ان هو عايز يحول تويتر مش بس تبقى منصه تواصل اجتماعي، لا ايلون ماسك عنده خطه ان هو عايز يحول تويتر الى ما يسمى التطبيق الخارق او ما يسمى السوبر اب او الايفري ثينج اب. ان على عكس التطبيقات التقليديه اللي حضرتك بتقوم فيها بمهمه واحده او بوظيفه واحده، ان انت بتخش مثلا عندك تطبيق بتطلب بيه السياره، تطبيق بتطلب بيه طعام، تطبيق ثاني بتعمل بيه المعاملات البنكيه، لا انا اقدر اوفر لك كل الخدمات دي في تطبيق واحد. تمام، هنشوف وهنتابع الفتره الجايه يعني مردودات هذه الحاجات او البيانات او القرارات الحديثه في هذا التطبيق المثير للجدل. دكتور محمد عسكر خبير امن المعلومات، انا بشكرك جدا لوجودك معنا. مشاهدينا هنطلع لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم الفقره الرئيسيه في التاسعه. اهلا بحضراتكم. كتير اتكلمنا عن سوق العمل ومتطلبات سوق العمل المتغيره كل يوم وازاي ناهل ولادنا للمتغيرات دي، لكن هل حد فكر ان التاهيل ممكن يبدا من الطفوله من الصغر؟ وكان في تصريح او توجيه من فتره للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاولياء الامور، اهلوا اولادكم من صغرهم لمتطلبات سوق العمل المتغيره الجديده، ازاي نتاقلم مع الموضوع ده وازاي ننمي مهارات ولادنا الذهنيه للتعامل والتاقلم مع متطلبات سوق العمل المتطلبات الذهنية تحديدا ودراسة التخصصات التكنولوجية زي ما كلنا عارفين ان ده المستقبل. خلونا نعرف علشان وقت الفقرة تفاصيل اكتر عن ازاي ننمي مهارات اطفالنا في المجال ده تحديدا مع ضيفي اللي بينورني في الاستوديو الدكتور نور أسامة، استشاري تعديل السلوك والطب النفسي للاطفال والمراهقين. دكتور أسامة، دكتور نور، اهلا بيك معانا يا فندم، منورنا. نورك، ربنا يخليك. كنت معانا الاسبوع اللي فات بنتكلم عن مشكله تانية بتخص سلوك الاطفال من خلال اللعب التكنولوجي. النهارده بقى احنا عايزين الجانب الايجابي شويه، ازاي انمي طفلي من صغره على مخه وذهنه يتاقلم مع المتطلبات دي؟ طيب خلينا نتكلم على المينتاليتي بتاعت التفكير، هي اهم حاجه، او المايند سيت، التفكير العقليه، ازاي نطلع شخصيه سويه. توني جوين كان بيتكلم على ان في العالم في حاجه اسمها قانون السبب والنتيجه، مفيش حاجه اسمها طفل او حد بيطلع شاطر جدا بس محض الصدفه، وفي حد بيطلع اصلا كانت الظروف، مفيش حاجه اسمها كده. فكان بيقول في حاجه اسمها منتال اكاونت، الرصيد الذهني، وفي حاجه اسمها منتال دايركشن، الاتجاه الذهني. زي ما هتربي ابنك على رصيد ذهني، انا عشان خاطر البنزين بتاعه ما يخلص، لازم وهو صغير تحدد اللوكيشن اللي هو نزل عليه. عمرنا ما شفنا طيار بيطير طياره من غير ما يحدد اللوكيشن، فالبنزين ما يخلص، او سرار في السفينه، فلازم احدد اللوكيشن بتاعه، احدد اللي هو عايز يوصل له قبل ما افكر اعمل له رصيد ايه، رصيد ذهني بالظبط. ده كتطوير شخصيه. يعني انا ابني في قانون اسمه 90 10 بيقول ان كل الظروف الصعبه اللي بتحصل في حياتك هي 10% و90% هو رد فعلك انت على 10%. فاحنا بنربي اولادنا لازم تنجح، انت لازم تجتهد، لازم تنجح في كل المواد وفي الرياضه وتجيب الدرجه النهائيه. فبطلع واحد عليه بريشر وضغط وتطلع شخصيه غير سويه، عشان معدل الضغط النفسي بقى غير طبيعي. تمام. اينشتاين نفسه لما كان بيعمل التجارب بتاعته كان بيقول كان اهم حاجه عندي سله المهملات، عشان انا كنت بغلط كتير في المعادلات الحسابيه. فانا بطلع ابني لازم ينجح، مش بعلمه، مش بعلمه ازاي يتعلم. بالظبط. ففكره مصطلح الفشل زي الفشل العضلي، انت بتتمرن عضله هي جايبه اخرها، فاذا انت على العضله استفادت. فكره التقدم والتحرك، ابنك وهو صغير لازم يروح المدرسه يعمل كل حاجه حلم الابوين، يعمل كل حاجه اللي انت عايزها. فابنك ما استفادش حاجه، هو اتحرك، بنزل 10 ساعات بخلص المدرسه بروح التمرين. التقدم هو تحقيق انجاز في شخصيه ابني، بقى شخصيه. في فرق بين الشخصيه المنجزه والشخصيه المتردده. الشخصيه المنجزه هي الشخصيه المعتمده على نفسها، بنلاقي ثلاث صور من بدايه الحضانه، شخصيه بتخش المدرسه لا عياط انا عايز ارجع البيت مره ثانيه، وبلاقي الشخصيه الثانيه اللي هي خلاص مع اصحابها بقى واجتماعيه جدا، والشخصيه الثالثه ان هي بقى ليدر، بقى شخصيه قويه. وفي صعب الطباع، لا انا بقى شخص عنيد. فدي الشخصيات الثلاثه او الاربعه اللي احنا ممكن نقابلهم، فازاي ممكن نتعامل معهم؟ في جيناتك جزء وراثي ممكن يطلع لي شخصيه قويه
أو شخصية ضعيفة، بس الجزء المهم جدا هو الجزء الاجتماعي اللي هو التنشئة أو التربية، اللي هو من الممارسة أو من اللي هو بيجي من الأب بقى من خلال التعامل. بالظبط. الجيناتيك بيبقى نسبة بسيطة. بالظبط. وإحنا اللي في إيدنا النسبة الأكبر اللي هي 90%. وبرضو في قانون 28 حضرتك دلوقتي إيه اللي ابني محتاجه عشان يطلع شخصية سوية؟ يعني في حاجات جديدة جدا، معظم الطلبة سوء التحصيل الدراسي. مش مركز. أصل هو يعني معلش المادة دي ضعيف فيها، أصل هو مش بيحبها. فبطلع أوهام أو حاجة اسمها مبررات أو الجرثومة الكلامية. فابني وهو صغير أنا اللي بشكل الصلصال. أنا بالظبط عندي زي شجرة البامبو. الشجرة دي أول 4 سنين بتعمل 8 سنتي. السنة 5 30 سنتي أو 30 متر أو 28 متر. واو. فهي دي تنشئة. فكرة بقى إزاي أنمي أنواع ذكاءاته والمهارات اللي هو محتاجها من الصغر، في أساسيات. طب قبل التنمية في اكتشاف، يعني أنا أقدر أكتشف الأول قبل ما أنمي الجزئية المعينة في طفلي، هل في طريقة أن أنا أكتشف بيها أشوف ابني رايح فيه؟ ما أنا برضو يعني لو نميت جزء هو مش ماهر فيه أو مش مهيئ ليه، أنا ببعده عن اللي هو المفروض يروح. مظبوط. أعمل إيه بقى في الأول؟ طيب في حاجة منع، لو عملتها ومنعتها هتعرف هو مميز في إيه. كخ يا بابا، عيب يا حبيبي، تعملش كده، ما تجربش. فانت يعني زي انا دايما بقول، لو ابني هو صغير كان بيتعامل مع الحشرات وبيحبها، وانت اديت له الكتب وخليته يقرا الكتب المجلدات الجميله اللي فيها حاجات مجسمه ومعلومات عن الحشرات، ممكن يطلع عالم حشرات قوي جدا. لو انت ساعدته وهو بيحب عالم الحيوانات، ممكن يطلع دكتور بيطري شاطر جدا. بس احنا دايما كخ، عيب، بلاش المنع. بالظبط. واسيبه ان هو يكتشف. هو دايما لحد 8 سنين دي الفتره اللي انت ممكن تعرف ابنك مميز في ايه، مش انت عايز ابنك يكون مميز في ايه. دي نقطه فاصله في الموضوع. انا هشوف ابني عاوز ايه، مش انا هوجه ابني لحد 8 سنين. مظبوط. مش هوجه ابني انت هيروح فين. مظبوط. جميل جدا. طيب انا دلوقتي لحد 8 سنين انا سيبته، فاذا انا هشوف استكشاف هو ايه ذكائه. يعني مثلا هو طفل لغويا شاطر جدا، بينطق الحروف سواء لغه عربيه او لغه اجنبيه محترف. ده ممكن يطلع مترجم قوي جدا، ممكن يطلع اديب، بيرسم حلو قوي، ممكن يطلع بيكاسو او فان جوخ، ممكن بيحب الموسيقى. طيب انا بقى في حاجه عايز اقولها، هو طلع ذكاء لغوي او ذكاء رياضي، بيعرف يعمل معادلات حسابيه حلو قوي، عنده ذكاء اجتماعي في تكوين العلاقات، عنده الفكرة الكاركتر بتاعه قوي، بيحب التمثيل، ده حاجة كويسة جدا. طيب أنا عرفت هو مميز فيه، فهل الشيء المميز فيه بفضل أسقله بس؟ ده مش كفاية. يعني أنا برضو أنا ما هو النقيض زي الحب المعتدل، ولا القسوة شديدة ولا التدليل الزايد. فمش معنى اللي هو شاطر لغويا أسيب باقي المهارات. أيوة. أنا دايما بقول إيه، لو أنا أنت عندك شركة وجالك حد كان فشل 10 مرات وحد لسه خريج وجالك، انا اخد الفاشل عشان جرب. عشان جرب. بالظبط. فانا لازم اعرف انمي كميه المهارات اللغويه وباقي المهارات اللي هو محتاجها، زي انا الشخصيه المجتهده ولا الشخصيه الموهوبه. اخد المجتهده طبعا. عشان الشخصيه الموهوبه لو عندها مشاكل في اي حاجه في الشخصيه بتاعت فوز صغير في الشخصيه مش هيطلع ناجح. فالموهبه لا تكفي، الموهبه والمهاره. ربنا هيخلقني يبقى عندي موهبه اكتشفتها، طول تنميتها ده المهاره. بالظبط. طول ما انا ما نميتش المهاره ما انا ممكن. هل بيبقى عيني على الطفل في الفتره دي او من بعدها على لو اكتشفت خلاص هو موهوب في ايه او ماهر في ايه وانا هعزز ده كولي امر، هبقى عيني برضو على سوق العمل، ولا بيبقى خطوات خطوات لحد مثلا مرحله الجامعه؟ تبقى خطوات خطوات. يعني انا في حاجات مهمه جدا احنا لا ندرك لا ندركها، يعني هو نمي اي نوع من انواع الذكاءات وانا اثقلته فيها جدا، خد كورسات كويس قوي. قد يكون شخصيته مش هتساعده ان هو يكون شخص مميز، وارد جدا. توماس اديسون عشان بيفتقد حاجه معينه في شخصيته. بالظبط. توماس اديسون المنطق اللوجيك يقول ان هو كان حد عنده صعوبات تعلم ديسليسكا وديسجرافيا وعنده اي كيو تيست كان قليل، اينشتاين كان عنده جزء اوتيزم. ايوه، في حد ساعد، ادى كاركتر بيلدينج، بناء الثقه بالنفس خلاه يكون قوي. وفي حاجه تانية، قمه الالم هي بتدي قمه المتعه. ايوه. فكره المشكله انك تحول نقطه ضعفك لنقطه قوه. اكتر عدو لينا هو تفكيرنا، واعظم انتصار
هو ان انتصر فيه ان انتصر على تفكيري اللي هو عدم تقدير الذاتي. والشخص اللي بيوصل مش الاقوى ومش الاسرع ومش الموهوب، الشخص اللي عنده الثقه بنفسه اللي مصدق نفسه. والثقه بتيجي منين بقى في الحاله اللي زي دي في الطفل عشان ينجح؟ تحمل المسؤوليه. تحمل المسؤوليه الخاصه وتحمل المسؤوليه العامه. نميت ثقه ايه؟ نميت انواع الذكاءات. ممكن ما يعرفش يتعامل مع مجتمع، ممكن يبقى عنده مشكله. ما هو ده بقى اللي هياخدني الكلام بقى عن نقطه التعامل مع المجتمع. انا مش هأهل طفلي ان هو يطلع عبقري في مجال معين او ماهر او ناجح ولما ينزل سوق العمل يتعامل مع الناس مش عارف يتعامل مع الناس كده. انا التاريخ اللي فات ده كله محتاج اعاده بناء من تاني. اقدر بقى من صغره اتعامل مع دي مهمه جدا. احنا بنقابل ناس عبقره في مجالات معينه بس عنده مشكله في التواصل المجتمعي مع محيط العمل اللي هو فيه، سواء بقى فريق عمل ضغوط، سواء ان هو خايف يجامل فيتحسب ان هو مش عارف ايه، او خايف ان هو ياخد على جنب. يعني معادله صعبه برضه شويه. ده حقيقه. طيب انا ابني لو كان من الشخصيات الجريئه او الشخصيات القويه وارد جدا ما يعرفش يتعامل مع المجتمع الخارجي اللي ممكن يتعرض لظلم، يتعرض لاي حاجه من حاجه، مش قادر يتعامل، مش قادر يضغط عليه زي السي في. اول حاجه بيتسال تعرف تتعامل مع اندر بريشر، تحمل تحت الضغط. والناس الناس بتتريق عليها بس دي مهمه جدا على فكره. طب انا عايز اقول حاجه مثلا واحنا صغيرين، يعني هنتكلم عن نقطتين. نقطه الخوف او القلق ممكن واحنا صغيرين من كتر القسوه الشديده او التربيه الخاطئه يتحول لفوبيا من كل شيء، الاسقاط النفسي. زي الطفل ممكن يحط صباعه جوه بقه او بيرقط ضوافره طول حياته، نوع من انواع الاسقاط النفسي، عدم الثقه. طب انا مثلا لو احنا شغلنا فيلم رعب وقفلت الصوت ونورت النور، حده الخوف والقلق هتقل. لو شغلت عليه موسيقى ميكي ماوس او توم اند جيري راحت. ده تغيير الواقع، انا خليته يتعامل مع الواقع. انا معلش لان هو فعلا الوقت يعني ازف جدا، بس احاول يعني نلخص في جملتين اتنين. العمل على الخطوط المتوازيه مظبوط مع شخصيه طفلي، اكتشاف المهارات، تنميتها، تنمية الشخصية، تحمل المسؤولية، انخراطه مع المجتمع علشان يبدأ مهيأ تماما أو بنسبة كبيرة جدا لسوق العمل. مظبوط. مظبوط. دكتور نور أسامة استشاري تعديل السلوك، الوقت ما كانش كفاية تماما مع حضرتك، معلش بنعذرنا يعني. استشاري تعديل السلوك والطب النفسي للأطفال والمراهقين، أنا بشكرك جدا وإن شاء الله أكيد لنا يا إما لقاء موجود أو نتناول الموضوع مع بعض ثاني إن شاء الله. شرفنا. بشكرك جدا مشاهدينا. يعني الموضوع مازال مفتوح، لكن زي ما قلنا العمل على الخطوط المتوازية بالنسبة للأطفال وتأهيلهم ذهنيا لسوق العمل. انتهت حلقتنا بالحديث عن هذه المهمة الملقاة على عاتق أولياء الأمور. بنشكركم وتصبحوا على ألف خير، ولقائنا في حلقة جديدة إن شاء الله.